عريس وعروسه يا جنابي المأذونه ومستعجلين جدا. دخليهم. اهلا وسهلا. ايه ده ما شاء الله زي القمر. اتفضلي. قالوا لي انكم مستعجلين جدا. للدرجه دي؟ لسه نكتب كتابنا بقى وننتهي. اكيد بتحبوا بعض قوي. نموت في بعض. طب بطاقتك. بطاقتك. اتفضلي جاهزين. شكرا. ايه ده؟ انتوا الاثنين كليه اداب؟ يا ريت بسرعه عشان عندنا سفر. اكيد شهر العسل. ايوه اكتبي كتابنا بسرعه من فضلك. حالا. بس لما يطلعوا اهاليكوا. انتوا اهاليكوا فين؟ تحت بيركنوا؟ اهلنا؟ انا اهلي مسافرين. واهل العروسه؟ بصراحه هنتجوز من ورا اهلنا. تتجوزوا من ورا اهلكم؟ ليه؟ عايزين نحطهم قدام الامر الواقع بعد ما نتخرج. هم رافضين ارتباطكم؟ ايوه واحنا ما نقدرش نستغنى عن بعض. يا ماما انتوا بتستهبلوا ولا ايه؟ احنا مش هنعمل حاجه غلط. احنا هنتجوز على سنه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. بس الزواج اصله اشهار وانتوا بقى جايين لي عايزين تتجوزوا من ورا اهاليكم. يبقى فين الاشهار بقى؟ هنبقى نقول لهم بعدين. انت بتقولي لهم بعدين؟ ما شاء الله عظيمه. من ساعه ما دخلتي عليا بطلتك البهيه والشعور الجميله دي وانا كان نفسي نفسي اعمل لك كده. اعمل لك كده. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ تعالى بقى اهاليكم يصرفوا عليكم دم قلبهم ويربوكم ويكبروكم وبعدين تستغفلوهم. ده انا هوريكم ايام اسود من ارض الخرموب. اوعى التوهان. بتعملي ايه؟ هتشوفي يا حلوه انا بعمل ايه. ايوه يا هانم. لا يا هانم انا مش بنتك. انا نونا المأذونه. بنتك موجوده عندي هنا في المكتب مع واحد زميلها عايزه تكتب كتابه عليها من وراكو. لمي بنتك يا مدام. اتفضلي يا هانم. ماما لا ماما لا. اوعى. للاسف مش لاقيه ماما. بس في بابا. الو. ايوه يا باشا. ابن حضرتك عندي هنا هو وزميلته في المكتب. انا نونا المأذونه جايين لي عشان اجوزهم من وراكو. لموا بقى عيالكوا يا بيه. اتفضلي اتفضلي. يلا يا حلو خد الاموره بتاعتك.